سليمان بريء، ما تمتعش بمحاكمة عادلة، ما تمتعش بأدنى ضمانات ديال المحاكمة العادلة. سليمان الريسوني معتقل تعسفا، معتقل بسبب مواقفه وبسبب عمله الصحفي. ما جرى أمس هي مجزرة، انتهاكات صارخة وفضيحة دولية. تحل هذا الشهر الذكرى الثالثة لاعتقال الصحفي سليمان الريسوني مدير نشر جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور. واعتقل الصحفي سليمان الريسوني المعروف بمقالاته الافتتاحية المنتقدة للفساد بالبلاد والداعية للإصلاح السياسي في 22 مايو 2020 من أجل تهمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز. وبعد قضائه قرابة عام في السجن دون محاكمة، باشر الصحفي الريسوني في 8 أبريل 2021 رفقة الصحفي عمر الراضي إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي واحتجازه على ذمة التحقيق لمدة عام تقريبا دون محاكمة، ورغم عدم وجود أدلة تجرمه، بالإضافة إلى الظلم الذي لحق به قبل وبعد اعتقاله. اعتقال الريسوني لقي موجة تضامن واسعة داخل المغرب وخارجه، وقد أكد المدافعون عنه أن قضيته جزء من حملة تشهير تستهدف صحفيين ونشطاء وحقوقيين ومدونين مغاربة ينتقدون السلطة. وينضاف سليمان الريسوني للائحة طويلة من الصحفيين والمدونين والسياسيين المعتقلين بالمغرب، والذين بلغ عددهم بمختلف السجون المغربية حوالي 150 فردا. وطالبت هيئات ومنظمات حقوقية وطنية ودولية بالإفراج الفوري عنهم وطي صفحة الاعتقالات والقطع مع سياسة تكميم الأفواه وإعطاء الأمل في مغرب ينعم أفراده بالحقوق والحريات، وطن يسع الجميع.